مولود برج الأسد مع مولودة برج الأسد علاقة جميلة جدا، أكثر ما تكون في الصداقة وفي العلاقات الإنسانية. بالزواج وعلى مستوى العائلة هي أيضا جيدة، لكن مسألة الأنانية هنا راح توقفهم فيما لو ما يعني مولود الأسد ما فهم مولودة الأسد بشكل صحيح، لأنه كلهما أناني، كلهما استحواذ، يحب أن يكون هو اللي في الطليعة. فبالتالي على هذه المواليد كل واحد يفهم الثاني بشكل عام، أقدر أقول هي علاقة جيدة وإيجابية. الأسد مع مولودة برج العذراء لا، هذه علاقة بها بعض الإشكاليات. ممكن يستفيد منها مولود برج الأسد بالأمور المالية. العذراء عادة تكون من النوع اللي تهتم بالماديات وتهتم يعني بالتنظيم، وهذا شيء جيد بالنسبة لمولود برج الأسد. لكن الأسد بالنسبة للعذراء، العذراء راح تتعب، فبالتالي راح يجي التنافر من العذراء، وأعتقد هذه العلاقة لن تكون علاقة ناجحة إلا بصعوبات أو ببذل مجهود. الأسد مع مولودة برج الميزان علاقة إلى حد ما جيدة، يعني برج ناري مع برج هوائي، وبالذات الميزان هذه الإنسانة البيتوتية العادلة أسميها، دائما اللي تهتم بالأمور العدل والأمور المنطقية وفي نفس الوقت هي صاحبة معشر ولسان جميل، فبالتالي الأسد يقيم علاقة حلوة وياها ويحتاجها. الأسد يحتاج إلى مولود برج الميزان حتى تمتص النارية الموجودة عنده، الحماس الزايدة الموجودة عنده. الأسد مع مولودة برج العقرب هاي العلاقة بها خطورة، بها نجاح على مستوى الفراش، لكن طبعا على مستوى الفراش بالنسبة للأسد لكن ليس بالنسبة للعقرب، لأن يعني العقرب الأسد لا يغطي احتياجاته، يعني كبرج يحتاج برج أقرب للأسد لتغطية احتياجات مولودة برج العقرب بالفراش. لكن بالامور العاطفيه، عفوا امور الصداقه، امور العلاقات الانسانيه، اقدر اقول علاقه الى حد ما جيده ليست سيئه، لكن ارجع بالامور الزواجات او ما الى ذلك لا، بها نوع من الصعوبه. يعني نسبه نجاح هذه العلاقه اذا اخذنا على مستوى الزواج او على مستوى الصداقات والعلاقات ما تتجاوز نسبه 65%، فهي علاقه تحتاج الى مجهود، وتحتاج الى مجهود اكثر شيء يعني من العقرب، لان الاسد راح يتفاجئ ايضا بغموض العقرب. الاسد واضح وصريح وصادق ومسامح ايضا، فغموض العقرب اضافه الى عدم مسامحته وهذه من ضمن شخصيته ايضا راح ياثر على مولود برج الاسد. الاسد مع مولودة برج القوس علاقه جميله حلوه، هذه على مستوى الصداقه وعلى مستوى العلاقات الزوجيه والعاطفيه ممتازه جدا ومشجعه. كلاهما الى ينظر الى المستقبل بتفاؤل، ينظر الى عنده اهداف معينه، كلاهما ممكن ان ينجح داخل الاسره، ممكن ينجحون كزوجين وكازواج عفوا وكاصدقاء في نفس الوقت، فبالتالي علاقه حلوه ومشجعه. الاسد مع مولوده برج الجدي صعبه جدا، يعني هذه العلاقه صعبه جدا، كلاهما عنيد، كلاهما استحواذي، كلاهما يريد ان يكون هو بالطليعه، كلاهما الاسد كريم الجدي، يعني من النوع اللي يهتم بالماديات، يعني صعبه هذه العلاقه، صعبه هذه العلاقه، صعبه على الاسد وصعبه على الجدي. انا لا اشجع مثل هكذا علاقه الا لحالات خاصه، هذا بحث اخر، يعني طبعا تحتاج الى مجهود كبير. الاسد مع مولودة برج الدلو جيدة، هذه العلاقة ترفع من حماسة الأسد، هذه العلاقة تجعل من الأسد شخصية يعني أكثر طموحا وأكثر اندفاعا، بل بالعكس هذه العلاقة إذا كانت على مستوى الزوجية فهي علاقة راح تجعل من مولود برج الأسد يحقق مناصب، قد تكون يعني مناصب ذات شأن كبير جدا على مستوى الحياتي، فهي علاقة جيدة وناجحة ومثمرة. علاقة الأسد مع مولودة برج الحوت هذه صعبة، هذه صعبة. الحوت يعني تبدأ بحالات من الكآبة أو حالات من الحوت مثالية، إمرأة مثالية، إمرأة
عاطفيه اكثر من اللازم ومثاليه اكثر من اللازم ونحس ايضا بامور كثيره. الاسد واضح، الاسد شرس، الحوته تصير انسانه رقيقه جدا، فبالتالي هنا العلاقه فيها توترات. الاسد مع مولد برج الحمل حلوه العلاقه، العلاقه جيده يعني بها، بالاخص على مستوى الصداقه جيده جدا، وحتى على مستوى الزواج ايضا جيده يعني، او العاطفه. الاسد اذا اخذناه مع مولد برج الثور صعبه، صعبه كل الصعبه يعني. نرجع من جديد الى الامراه الثور البيتوتيه اللي تهتم بالامور الماديه وتهتم بالحرص، والاسد المسرف. طيب الامراه الثور اللي صرفه اللسان او جارحه اللسان فيما لو تعرضت الى اساءه، طيب الاسد، الاسد هو بحد ذاته طبيعه دكتاتوريه، ممكن ان يعرض اي شخص الى اساءه او الى كلمات بذيئه او ما الى ذلك. يا ترى الاسد يتقبل كلمات من موت موجود؟ صعبه، صعبه هذه العلاقه، صعبه العلاقه. احنا دائما نحاول ان نشوف برج يحاول ان يمتص غضب البرج الثاني. برج اذا لقينا احد الشخصيات بها نوع من الـ من الـ من الحماسه والاندفاع، نحاول نشوف شخصيه ثانيه عندها طموح لكن تحاول ان تمتص هذه الحماسه والاندفاع في اوقات معينه. اذا شفنا مثلا برج عنده نوع من الانانيه، من الصعب جدا ان نجيب له برج ايضا اناني، لا لازم نجيب له برج من النوع اللي ما يفكر كثيرا بنفسه، يفكر بامور متعدده اخرى حتى يحاول ان يمتص غضب البرج الاول او يمتص ما هو موجود من في 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 صاحب هذا البرج. فبالتالي هنا موت برج البقره هي غير قادره على امتصاص دكتاتوريه الاسد ابدا، لان هي بحد ذاتها ايضا عندها دكتاتوريه، عندها نوع من التسلط وعندها نوع من الكبرياء. صعب هاي العلاقه. الاسد مع موت برج الجوزاء هذه علاقه جيده. الجوزاء حتى الدكتاتوريه اللي عند، او بمعنى صح الانانيه الموجوده هي انانيه اكثر ما تدخل بامور اللي لها علاقه بثقافتها، هي انسان مثقف. الاسد انسان متفائل مو راديكالي، يحب دائما الامور اللي لها علاقه بالحاضر والمستقبل والامور الجديده. فبالتالي الجوزاء ممكن ان اضيف فد 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 شيء اقدر اسميه اضافي للاسد على الجوانب العاطفيه، على الجوانب الرومانسيه، على الجوانب حتى على مستوى الصداقه جيده جدا. الجوزاء انا اعتقد هي علاقه جيده ومناسبه. السرطان علاقه صعبه، هذه العلاقه بها توترات صعبه يعني. الاسد الكريم والسرطان اللي تهتم بالماديات، الاسد المسرف نقدر نقول، والسرطان اللي تهتم بالماديات. الاسد القوي اللي بالمقدمه اللي بالطبيعه المتفائل، والسرطان اللي يهتم بحاله من التشاؤم والكابه فبالتالي هذه العلاقه علاقه بها نوع من الصعوبه، بها نوع من التوترات نوعا ما.